الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا امس لمتابعه مخطط تطوير حديقه الحيوان بالجيزه. صرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسه الجمهوريه بان الرئيس وجه بتنفيذ مشروع تطوير حديقه الحيوان بالجيزه على نحو يضاهي نظيرتها العالميه ويعزز قيمتها الاثريه والتاريخيه كاحدى اعرق حدائق الحيوان على مستوى العالم، وذلك في اطار اعاده تقديمها على اساس معايير بيئيه عالميه ولتمثل متنفس لاستيعاب المواطنين الزائرين من مختلف انحاء الجمهوريه. يمكن على مدى الكام يوم اللي فاتت احنا شفنا الخبر ده منتشر في كل المواقع، وخصوصا عن موضوع اغلاق حديقه الحيوان. لو بنتكلم على حديقه الحيوان بنتكلم على 132 سنه، الحديقه دي تاسست 1891 وتعتبر بالتاكيد من اكبر حدائق الحيوان في مصر والشرق الاوسط وأول وأعرق حدائق الحيوان في أفريقيا، وكانت زمان بتسمى بجوهرة التاج لحدائق الحيوان، وبتفتح طبعا أبوابها للجمهور كل يوم من 9 صباحا ل5 مساء ما عدا يوم الثلاث. ويمكن الحديقة دي كان اللي أمر بعملها كان الخديوي إسماعيل، لكن ما تمش الافتتاح في عهده، لكن بعد وفاته بعد كده افتتحها ابنه الخديوي محمد توفيق. والحقيقة كانت البداية مع العديد من النباتات، كانت بداية من النباتات اللي مش موجودة في البيئة المصرية، النباتات النادرة، لكن بعد كده تطورت بشكل كبير وبقى فيها أكتر من 7000 حيوان ل175 نوع من الحيوانات المختلفة، منهم كمان حيوانات نادرة، في تماسيح نادرة هناك في الحديقة، في أنواع من الأبقار الوحشية برضو تعتبر من الحيوانات النادرة أو القليلة الوجود. الحقيقة يمكن في العديد من الأخبار اللي شفناها كانت بتقول إن الحديقة هيتم إغلاقها لمدة عام، ومدير حديقة الحيوان خرج أكتر من مرة في أكتر من برنامج وأكتر من وسيلة إعلام ومواقع صحفية مختلفة وقال إن ده مش هيتم على أرض الواقع. إحنا بنقول الموضوع ده بنأكد عليه عشان إحنا طبعا أجازات، كل سنة حضراتكم طيبين إن شاء الله. فلا، الحديقة هتفضل مفتوحة، وحتى عملية التطوير هتتم على مراحل، فهيبقى في بالتأكيد زي ما احنا عايشين كده، لما بيبقى في جزء من كوبري أو جزء من شارع أو ما شابه بيبقى في الجزء الصغير اللي بيتم فيه عملية التطوير بتبقى مقفولة، لكن بقية المكان كله بيبقى متاح بالتأكيد للجمهور. كل سنة حضراتكم طيبين، طبعا داخلين على أجازات نص العام وداخلين على أعياد المسيحيين، كل سنة واحنا جميعا طيبين، فالحديقة هتفضل مفتوحة.